أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. دهست سيارة فان يستقلها ثلاثة بريطانيين مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح قرب مسجد فينسبري بارك في شمال لندن. وتحدثت صحيفة الإيفنينغ ستاندرد البريطانية عن وقوع حادثة طعن بسكين بالتزامن مع حادثة الدهس. وقالت الشرطة البريطانية إن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 شخصا آخرين. ارتفعت حصيلة ضحايا حريق غابات النشبة في منطقة ليريا وسط البرتغال إلى 62 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. وأعلنت السلطات البرتغالية الحداد 3 أيام. وبدأت الحرائق يوم السبت بسبب موجة حرارة شديدة ورياح قوية. تعهد رئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي إن بإلغاء كل الخطط القائمة لإنشاء محطات طاقة نووية جديدة وعدم تمديد مدة عمل أي مفاعل يصل إلى نهاية دورة عمله الأصلية. وألمح مون إلى وقف أعمال البناء الجارية في مفاعلين جديدين، وجاء ذلك خلال احتفال في مدينة بوسان بوقف تشغيل مفاعل كوري. تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على آخر الأحياء الخاضعة لتنظيم داعش في المدينة القديمة في غرب الموصل، ملقية منشورات فيها توصيات للمواطنين ودعوات للإرهابيين بالاستسلام. وبدأت القوات العراقية أمس اقتحام المدينة القديمة سعيا لطرد آخر مسلحي التنظيم المتحصنين فيها. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1100 حالة منذ عودة انتشار المرض في 27 من أبريل الماضي، موضحة في إحصائية جديدة أنه تم رصد قرابة 159 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن. أكدت شركة جوجل أنها ستنفذ المزيد من الإجراءات لتحديد وحذف أي محتوى إرهابي يحض على العنف أو التطرف على منصتها لمشاركة المقاطع المصورة يوتيوب. وأوضحت أنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه المقاطع المصورة التي تحتوي على محتوى متعصب أو تستخدم الدين في التحريض من خلال إصدار تحذير وعدم تزكيتها للحصول على إعجاب المستخدم. وجد باحثون أنه إذا لم يستخدم المصابون بمتلازمة انقطاع التنفس الانسدادي النومي أجهزة تحافظ على استمرار فتح مسار الهواء أثناء النوم، فإن قياسات صحة القلب وسكر الدم ستتدهور. وبحسب الباحثين فقد أظهرت عينات الدم الخاصة بمن لا يستخدمون تلك الأجهزة زيادة في الأحماض الدهنية ومستوى السكر في الدم وهرمون الإجهاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.